مين ابويا اقرب جامد. حد ليك طيب في النادي، ومين اللي دايما بيقعد معاك في الاوضه لما بتسافروا بره مصر او جوه مصر؟ بص، هو دايما احنا كلنا قريبين جوه اوضه اللبس، احنا كلنا قريبين من بعض. بس يعني في مثلا ياسر ابراهيم قريب مني، في قفشه قريب مني، في اكرم توفيق قريب مني، كهربا، الشناوي برضو قريب مني. يعني في ناس كتير قريبه مني، يعني السوليه، مهاني مثلا، محمد هاني، يعني كلنا قريبين من بعض. يعني مين بتاخد راحتك قوي قدامه في ياسر، الفريق؟ ياسر ابراهيم وقفشه، ممكن ياسر مثلا ابراهيم وقفشه. تتكلم احنا معاهم. الثلاثه قريبين شويه من بعض، بنقدر نتكلم في حياتنا الشخصيه بشكل اوضح. يعني لو جالك فرصة تكون حاجة غير لعيب الكورة، هتكون ايه؟ فكرت فيها قبل كده؟ هكون تاجر. تاجر ذهب. صح، تاجر ذهب. ذهب يعني عندك يعني عندي مكان ذهب؟ عندي مكان بتاع ذهب، مش عشان اشمعنى؟ الفلوس، يعني بحس شغلتهم كده لذيذة. يعني يعني ايه لذيذة؟ يعني يعني فكرت مثلا في البروجكت ده، يعني قلت مثلا انا لو مش لعيب كورة كنت زماني دلوقتي كنت صاحب ممكن مكان افتح ذهب؟ حاجة زي دي. يعني شايفها مربحة ولا شغلها حلو ولا انت بتفهم؟ شغلها تحس ان هو مش متعب قوي ومربحة في نفس الوقت. طيب عايزك تقول لي، او انا متفاجئه عموما. حاجه متفاجئه صح؟ متفاجئه جدا. يعني انت فكرت اصلا في المشروع ويعني لا، وشغلت انا قلت دماغك لو فيه؟ ما... بس انا الحمد لله لاعب كوره من وانا عندي 7 سنين بلعب في نادي الاهلي، يعني ما انا من عارفه. زمان جدا.